اتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم. انا جوزي من تدولي، انا وحمد الله طيبه بزار غيم. والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كان بيبقى فيه 6 و2 زياده يبقى 8، يبقى انا هحتاج 8 و8 16 قطعه. يعني انا هقول ربوتي عندها 80 مللي من اللبن مع البيضة. هنبدأ ان احنا بسم الله الرحمن الرحيم. كويس جدا. ده عبارة عن بيكنج بودر. هنحط معلقة، مش معلقة مليانة، معلقة بس ماسحة كده زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. هندمج كويس. هنغطيها بس 10 دقايق. دي الكريمة اللي هنحط عليها معلقة من كريمة الزبدة. ندمج المكونات دي كمان.